السلام عليكم، انا يوسف القصبي والنهارده هنتكلم عن الساوند. وهنبدأ بالبيسك برينسيبل اوف ساوند. اول حاجة هو ايه الساوند؟ الساوند عبارة عن فايبريشنز موجودة في الهواء، ممكن تبقى على شكل ميوزك او سبيتش او ساوند افكتس. وبعد كده عندنا امبليتيود. الامبليتيود ده المسافة اللي بين الهايست بيك واللوست فالي، وده اللي بيحدد لنا الفوليوم بتاع الساوند، والفوليوم بتاع الساوند بيتقاس ان ديسيبل. وبعد كده عندنا الفريكوانسي. الفريكوانسي ده عدد الويف بيكس اللي بتحصل في الثانية الواحدة، وبيتقاس بالهرتز، وده اللي بيحدد لنا البيتش بتاع الساوند. وبعد كده عندنا استخدامات الساوند. عندنا نوعين من الساوند، الكونتنت ساوند والامبيانت ساوند. الكونتنت ساوند ده اللي هو الصوت الاساسي، انما الامبيانت ساوند اللي هو الباك جراوند ساوند، يعني كانك قاعد مع واحد صاحبك في الكافيه وبتكلم صاحبك. صوت صاحبك ده هو الكونتنت ساوند، انما صوت الناس اللي حواليكوا هو الامبيانت ساوند. او كانك في حفله، صوت المغني بيبقى هو الكونتنت ساوند، وصوت الجمهور اللي حواليك هو ده بيبقى الامبيانت ساوند. وبعد كده عندنا الانالوج والديجيتال ساوند. الانالوج ساوند ده هو بكل بساطه الصوت اللي خارج من بقك على طول، يحصل له عمليه ديجيتايزيشن يبقى ديجيتال ساوند. ايه بقى الديجيتايزيشن دي؟ هي عباره ان احنا بنفضل ناخد سامبلز من الانالوج ساوند ونعمل لها كوانتايزيشن عشان نعرف نسيفها على الكمبيوتر كباينري نمبرز. وبعد كده عندنا المونو والستيريو ساوندز. ايه الفرق ما بينهم؟ المونو الصوت بيبقى طالع من السماعه اليمين والسماعه الشمال في نفس الوقت، فتحس كانه جاي لك من اتجاه واحد، انما في الاستيريو الصوت في السماعه اليمين او في السماعه الشمال بيبقى سابق التاني، فتحس انه كانه جاي لك من كذا اتجاه. وبعد كده عندنا الساوند كواليتي. الساوند كواليتي بتعتمد على 3 فاكتورز. اول واحد وهو السامبلنج ريت، وده عدد السامبلز اللي احنا بناخدها من الانالوج ساوند في الثانيه الواحده عشان نحول ديجيتال ساوند، وبيتقاس بالكيلو هرتز. وكل لما السامبلنج ريت زاد كل ما الاكيوريسي بتاعت الساوند هتزيد. وبعد كده عندنا البيت ديبس. البيت ديبس ده عدد البيتس اللي هتشيل السامبل بتاع الساوند، وكل ما البيتس زادت كل ما الكواليتي بتاعت الساوند هتزيد. وبعد كده عندنا الاوديو شانل. زي المونو بتبقى 1 شانل او الستيريو 2 شانل، وفي حاجات تانية بتاخد من 3 ل 4 شانلز، ومعانا لغاية 6 شانل. يعني مثلا في المونو شانل تحس ان الصوت طالع من مكان واحد، في الستيريو تحس انه طالع من اليمين والشمال، في الثري شانلز تحس ان الصوت جاي لك من كذا اتجاه، وهكذا. وبعد كده عندنا الاوديو كومبريشن. الاوديو كومبريشن دي الجوريزم بنستخدمه عشان نصغر حجم الفايل سايز بتاع الاوديو، وفي انواع مختلفه من الكومبريشن بنستخدم الانواع على حسب الفايل فورمات بتاع الاوديو. الكومبريشن مش بس بيأثر على حجم الفايل سايز بتاع الاوديو، بس كمان بيأثر على الكواليتي بتاعته. وبعد كده عندنا الساوند كارد. الساوند كارد ده جهاز موجود في الكمبيوتر زي السي بي يو، بس هو متخصص انه يتعامل مع الساوند، ومتكون من 3 حاجات. الميموري بانك ده جزء في الساوند كارد هو اللي بيستور الاوديو، والديجيتال سيجنال بروسيسور ده جزء تاني هو اللي بيعمل اوديو كومبريشن او نويز شيبنج او انتي اليزنج، وعندنا الاي دي سي والدي اي سي دي اللي بتحول الاوديو من انالوج تو ديجيتال او من ديجيتال تو انالوج. وبعد كده عندنا اكزامبلز على ديجيتال اوديو سوفت وير زي بيك وادوب اوديشن. واخر حاجه معانا النهارده شويه ديجيتال اوديو فورماتس زي الام بي 3 وزي الويف وزي الريل فورمات، ده بنستخدمه في الاوديو ستريمينج، وزي الدبليو ام اي او الاي اس اف. واخر حاجه وهي الميدي، وده مش فايل فورمات. الميدي عباره عن ميوزيكال انسترومنت ديجيتال انترفيس، يعني بنريكورد عليه بنعزف عليه نوتات معينه او كده.